ابو شباب، رجعنا لكم انا ومحمد من قناة محمد نيو. من اليوم انا نلعب من اليوم انا نلعب اساسا. ويلا لعبة أساسا، يلا نبلش ان شاء الله تعجبكم هاللعبة. نحن نرجع بنعد لكم، طبعا هيدا تاني فيديو لنا. نحن بنرجع بنعد لكم انتو بس اي يلا لعبة بدكم هي عرضنا. طيب خلينا نلعب هسه. هلا نحن صرنا هون. طبعا هاي اللعبة كتير حلوة يعني. طبعا هيدا الفيديو رح يكون قصير لأنه يعني رح يكون قصير. اوكي طبعا هيدا الفيديو حلو، اللعبة كتير هيدي. اوكي شفتوا كيف؟ اوكي طبعا ربحنا اول داء. هلا نحن رح نلعب لكم 3 دو ونطفي، وان شاء الله بكره باذن الله رح ينزل لكم فيديو فري فاير. رح ينزل فيديو فري فاير، واذا حبيتوا هيدا السلسله من الالعاب وكل شيء اكتبولنا اذا حبيتوا هيدا السلسله من الالعاب وكل شيء اكتبولنا شو بدكم يعني العاب اشياء هيك. شو ما بدكم نحن نلعبكم. اوه هيدي المرحله كتير صعبه، بس لا هذا بتسلي كتير بتسلي كتير. بتحب طبعا نزلوها كلكم. اوه كتير صعب، مريحين اني طبعا انا كتير لعيب فيها. هون روحنا على تاني داء. تاني داء بنربحه، وهيدا اخر داء بس نحن كنا مبلشين فيها عشان نحن نعرف. نحن هلا ليفل 10، ما عشان نحن نعرف كناش نعرف هاللعبة، او كناش نعرفها نحن اللعبه. لعبنا بس كم داء شفناها حلوه وقلنا ننزلها ونخلي الابطال يشوفوها. بس لعبنا نحن كم داء عشان نعرف كيف نلعب قدامكم. عرفتوا كيف وجه هيدا صاحبه مضوم؟ اوه اجى هيدا خم يفتش بعده يعني خرطش دغري قتلته. طبعا هيدا الداء الثالث، وزي ما شفتوا الفيديو كان عصير كتير عليكم، بس بعتذر يعني. والفيديو الثاني رح بننزلكم هاللعبة اذا بتحبوا. اذا بتحبوا بننزلكم هاللعبة واللي بدكم اياه. اذا حبيتوها بننزلها، اذا ما حبيتوها ما بننزلها. وطبعا ما بعرف ليش عم تيجي الاعلانات يعني وانا عم صور. اوكي ان شاء الله يكون عجبكم اليوم هالفيديو. هيدا الفيديو ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. ومع السلامه.